الفترة الأخيرة شفنا كلنا ارتفاع أسعار العقارات، وكان دايما السبب اللي بنسمعه هو ارتفاع أسعار مواد البناء، وده خلانا نسأل سؤال مهم جدا، ليه أسعار مواد البناء زادت الفترة اللي فاتت؟ وإزاي نوقف الموضوع ده؟ هيجاوبنا على كل الأسئلة دي النهاردة ضيفنا المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ليه أسعار مواد البناء بتزيد الفترة اللي فاتت؟ يعني طبعا الفترة اللي فاتت شهدنا ارتفاعات متتالية في الفترة من فبراير 2022 حتى تقريبا مايو 2023. طبعا الفترة دي كان فيها عدم استقرار لعوامل كتير جدا، سعر الصرف ليه معيار رئيسي في الارتفاع خلال ال 15 شهر دول، وده اللي أثر على احنا مواد البناء. طبعا في أكثر من صناعة، من أول الأسمنت لحد السيراميك، الزجاج، الطوب، الرخام، والجرانيت، المحاجر، في حاجات كتير قوي، مواد البناء كتيرة، الأدوات الصحية. مواد البناء بتحتل تقريبا 35% من الصناعات المصرية كقيمة وكمية، وأولها مصانع الأسمنت. أنا بس يهمني أوضح للسادة المشاهدين ولحضرتك الربط، فكرة الربط ما بين ليه العقار زاد عشان مواد البناء زادت. مواد البناء لما بتزيد بنسبة 10% العقار بيزيد 1%. ومواد البناء طول عمرها زي ما بنقول كده في النص تشطيب، فأقصى حالتها دلوقتي 3500 جنيه. أيوة، يعني أو من كلام حضرتك دلوقتي نقدر نقول أن مواد البناء زادت الفترة اللي فاتت لحد شهر 5 طبعا كبير. كان في زيادات لان حضرتك بتقول ان هو بيزيد ال 20% بتزيد 1% في من سعر العقار. سعر العقار يعني انا كل 20% يزيدوا في مواد البناء بيزود 1%. فلو انا دلوقتي حاليا مواد البناء تقريبا سعرها في النص تشطيب في المبنى النص تشطيب او الشقه 3500 جنيه تقريبا، معنى كده ان اي زيادات عن كده لمواد البناء بريئه منها. الفترة اللي شاهدنا فيها الارتفاعات دي الاسمنت مثلا، الاسمنت 50% من تكلفته هي الطاقة. زيادة اولا توقف امداد صناعة الاسمنت بالغاز. احنا بنستورد الاسمنت ولا صناعة محلية؟ احنا صناعة محلية وبتعتمد على خامة الكلينكر او وفي نوع اسمه الاسمنت البوزلاني، ولكن المحرك الرئيسي لصناعة الاسمنت هي الطاقة، سواء الغاز او الكهرباء او الفحم. حصلت زيادات كبيرة في السوق العالمي للفحم، وكمان زاد سعر الصرف. وفي فائض ده العامل الاساسي نقدر نقول اللي اثر على ارتفاع الاسعار. مظبوط يا فندم. بعض الاجراءات المحجريه، المحاجر في الفتره الاخيره خلال الاربع سنين اللي فاتوا، زيادات تكاليف ايجارات واتاوات المحاجر اثرت في حاجه زي الاسمنت مع زياده سعر الفحم. في نوع انواع زي الرخام والجرانيت نفس الموضوع. المواسير حصل فرض رسم اغراق مع صعوبة استيراد المواد الخام، لأن صناعة المواسير بتعتمد معظمها على استيراد المواد الخام. فحصل نقص في الإنتاج، وده اللي أثر في زيادة السعر. فدايما زيادات أسعار مواد البناء أو زيادات الأسعار بصفة عامة بتبقى في الفترة اللي فاتت نتيجة قلة الإنتاج، لأن المصانع مش قادرة تنتج. إيه نسبة الحاجات المستوردة يا باشمهندس؟ يعني لو أنا برتب ده مع حضرتك دلوقتي كمستلزمات إنتاج وخامات ولا منتج نهائي؟ في العموم. في العموم لا، في مواد البناء اللي بتأثر على ارتفاع الأسعار فيما عدا المواسير، المكون المحلي عالي جدا بالنسبة للأسمنت، بالنسبة للزجاج، بالنسبة للرخام والجرانيت، بالنسبة للطوب، بالنسبة للأدوات الصحية المكون المحلي عالي جدا، عشان كده إحنا الحمد لله من الصناعات التصديرية. طب وهل كل يعني المواد البناء اللي احنا بنستخدمها ليها اجزاء مستورده؟ يعني في لا، خطوط الانتاج معظمها في مصر عندنا في مواد البناء وفي عامه مستورده، قطع الغيار مستورده، مستلزمات التشغيل مستورده. فنقص المستلزمات دي والمكن وقطع الغيار اثر في العمليه الانتاجيه، وحضرتك لما بنتج عدد وحدات اقل السعر السعر بيعلى بشكل طبيعي. طب ايه تاني اللي بيأثر على الاسعار يا باشمهندس؟ عدم الاستقرار في الامداد، التخوف. يعني اللي عنده النهارده 100 وحده انتاجيه، 100 لوح زجاجي مثلا، ومش ضامن ان البنك يفتح له اعتماد، عايز يحتفظ بيهم، هو مش عارف لو باعهم هيقدر ينتجهم ولا لا. القرارات الاقتصادية او البنكية او النقدية اللي ظهرت في اللي طلعت في فبراير 2022 كان ليها الدور الابرز في عدم استقرار السوق وارتفاع الاسعار دي. هل احنا كمان بنصدر مواد البناء من عندنا في مصر للخارج؟ بالطبع. بنسبة قد ايه؟ الاسمنت اخر سنة انتج حوالي 52 مليون طن، صدرنا منه حوالي 12 مليون طن.
طبعا ارقام تقريبيه يعني. الرخام المجرمين دايما بنصدر حوالي 50% من الطاقه، طاقتنا 60 مليون متر مربع، بنصدر حوالي 30 مليون طن. عندنا مشكله كبيره في السيراميك، السيراميك عندنا طاقات انتاجيه كبيره 400 مليون متر مربع سنويا، اساسا نتيجه الصعوبات التشغيليه والبنوك نزلنا من الانتاج، بدل ما بنتج 40% بقيت بنتج 30%، فعندي طاقات انتاجيه مش مستغله كتيره. بالرغم ان كده برغم كده هو برضه صناعه تصديريه خاصه لدول الاعمار زي الاردن وزي ليبيا وزي اليمن، وعندنا طاقات انتاجيه محترمه جدا وديزاينات كبيره في السيراميك، وعندنا بوتنشال في السيراميك او عندنا فرص واعده في السيراميك. طب احنا لو وقفنا الاستيراد التصدير، لو وقفنا التصدير دلوقتي، هل ده هيحل مشكله ارتفاع اسعار مواد البناء؟ لا، ده هيزودها فعلا، لان حضرتك اشرح لنا ليه بنعتمد على العمله الاجنبيه. النهارده مصر في احتياج لكل دولار وكل يورو علشان اقدر المصانع دي تستمر. لو وقفت التصدير مش هحصل على العمله الاجنبيه اللي تمكنني من استيراد المواد الخام واستيراد بعض القطع الغيار، ده في خطوط انتاج بالكامل هتقف. النهارده احنا في احتياج مصر، كانت غرفه التطوير العقاري طلبت بدأ قبل كده، يمكن احتمال غرفه التطوير العقاري من ناحيتهم ان هم بتشوف جزء محدد يعني من الجزء من الرؤيه العامه، ولكن انا بطمنهم في طاقات انتاجيه كبيره جدا متاحه ليهم يبنوا اللي هم عايزينه، واحنا نمدهم. احنا عندنا طاقات انتاجيه كبيره، بس المشكله الاساسيه في عدم توفر العمله عشان فتح الاعتمادات بتاعه المستلزمات. رقم اثنين، صناعه مواد البناء، احنا بنبني طرق، بنبني مصانع، بنبني مدارس، بنبني مستشفيات. انا ما ببنيش تطوير عقاري بس، ومش لازم اختزل الاقتصاد كله في التطوير العقاري. انا يهمني المدارس، يهمني المصانع، يهمني المستشفيات، يهمني الطرق اكتر ما يهمني تماما التطوير العقاري، مع كل الاحترام آلية البناء عموما يعني. انا لما ابني مستشفى او مدرسه او مصنع، ده صمام الامان لكل حاجه في مصر، مش التطوير العقاري، مع كل الاحترام ليهم. طيب باشمهندس، قول لي ازاي يعني نحط حد لارتفاع الاسعار؟ يعني ايه القوانين اللي ممكن نعملها مثلا نوفر الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللي عايزاها المصانع. طب هنوفرها منين؟ هنوفرها من بره مصر. يبقى احنا محتاجين تيسيرات اكتر او توافر الدولار او العمله الاجنبيه عشان نقدر تستمر العمليه الانتاجيه ونرفع من طاقتنا الانتاجيه. طب انتوا ازاي بتتعاملوا في الموضوع ده في الغرفه يا فندم؟ والله يعني دي مش غرفتنا بس يا فندم، دي المشكله الرئيسيه في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، اللي هي الحصول على الدولار او العمله الاجنبيه عشان مشكلة نفتح اعتمادات. طبعا مشكله عامه. حضرتك قصدك انها ملهاش على، مش مشكله ليها علاقه بالغرفه، هي مشكله عامه. مشكله عامه بكل الغرف، معظم غرف اتحاد الصناعات بتعاني منها، وبنتمنى يعني بتناقشوا حلول. كان عندنا لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء من يومين، بنحاول نلاقي حلول، وربنا ييسر ان شاء الله نقدر نرفع من صادرات مصر بالكامل. زي ايه يا باشمهندس؟ يعني ايه الحلول اللي انتم بتتناقشوا فيها مثلا؟ التركيز على التصدير للاعمار، دول الاعمار، نزود التصدير، ملناش حل غير نزود، نجيب التصدير. عمله صعبه، ملناش حل غير نزود التصدير ونجيب عمله، يعني نفذت الحلول، ما فيش غير التصدير. فحتى مع بتاني الموضوع التطوير العقاري، لو في مصر في الوضع الحالي لو قارنا ما بين مواد البناء، طب تروح للتطوير العقاري ولا تروح للتصدير؟ لازم تروح للتصدير، لان هو المنفذ ان انا اجيب عمله اجنبيه اقدر استمر في العمليه التشغيليه. شايف المدن الجديده والقطاع الحكومي الجديد بيفيد القطاع ده، قطاع الصناعه، فادوا الفتره اللي فاتت؟ طبعا كل يعني في ارهاصات كتير وفي نقاشات كتير، هل دي اولويه ولا مش اولويه؟ دايما بعد فترات اقتصاديه، بعد فترات الثورات، الحروب، عدم الاستقرار السياسي، بيبقى القطاع الخاص ما عندوش استعداد يطلع من فلوسه ويضخ في الاقتصاد، في المشروع فبتلجأ الحكومات في الوقت ده ان هي اللي تضخ بنفسها، هي اللي تعمل مشروعات، ولكن ده بيبقى لفترات زمنيه محدده، بعديها لابد ان ينحصر الدور الحكومي واعطاء الفرصه اولا وثانيا وثالثا وعاشرا للقطاع الخاص انه يستمر، لان هو ما حدش هيبني الاقتصادات غير القطاع الخاص. ايه التسهيلات اللي عملتها الحكومه للقطاع ده؟ انا اكبر تسهيل حصل للصناعه هو
المدن الصناعية أو مدن الجيل الأول للصناعة اللي أنشأت في أوائل الثمانينات، وكان المعيار الرئيسي والقوة الرئيسية فيها هي الإعفاءات الضريبية. دي ساعدت صناعة مواد البناء بالكامل طبعا، ومصانع كتير لمواد البناء أقيمت على كده. حاليا إن شاء الله بنتمنى دور من الحكومة تحفيزي في مجال الصادرات خاصة لدول إعادة الإعمار. محتاجين إيه يا باشمهندس علشان نطور قطاع الصناعة في مصر النهاردة؟ محتاجين أكيد حضرتك عندك رؤية يعني. محتاجين إن احنا نعمل حوكمة للقطاع العائلي في الاقتصاد، يعني الشركات العائلية تتحول لشركات بتقوم على مبادئ إدارية وتمويلية سليمة. محتاجين أيدي عاملة وتدريب مهني ومدارس زي مبارك كول وزي المدارس الجديدة بتاعت بعض الشركات تطلع أجيال تدعم تطلع الصناعة. أجيال. احنا عندنا نقص جامد في العمالة الفنية. محتاجين ان بعض الوزارات خاصة في موضوع الضرائب او غيرها تنظر للقطاع الخاص انه الفايدة مش هتيجي من الضرائب، الفايدة من التشغيل، ان انا شغل اكبر عدد من المواطنين. محتاجين ان المواطن يثق في منتج مواد البناء اللي فالده، ان احنا نقدر نطلع بلاطة سيراميك افضل، نقدر نطلع رخام افضل، نقدر نطلع طوبة. مصر احنا بننتج 7 مليار طوبة في السنة، وعندنا أعلى مواصفات الطوب في الزجاج، نفس الموضوع في الأدوات الصحية. فالمحاجر في المصرية من أكبر المحاجر في العالم، فنثق في بلدنا ومنتجاتنا، فأكيد ده اللي محتاجين. ده حقيقي صحيح. طب خليني أسأل حضرتك آخر سؤال قبل ما ننهي فقرتنا، يعني حضرتك متوقع زيادة في الأسعار الفترة اللي جاية؟ أنا ما اقدرش اتوقع زيادة في الاسعار، لان الاسعار بتحددها السوق. السوق ما انا ما اعرفش حجم الطلب، بس حضرتك قلت ان السوق ثابت الفتره الحاليه. انا بعتقد ان في ثبات في السوق، بل بعتقد ان قد من اللي انا شايفه قد يحدث انخفاض في الاسعار نتيجه انخفاض القوى الشرائيه. في الاخر كلمه سعر بيحدده السوق، فانا ما اقدرش اتكلم عن السوق. انا بقول ان شاء الله يحصل توافر للدولار واليورو، فيحصل انخفاض في تكاليف الانتاج. لو حصل انخفاض في تكاليف الانتاج اكيد هيحصل انخفاض في الاسعار. انما قولا واحدا انا حاسس ان الاسعار زي ما بيقولوا بتنخفض بمقدار ضئيل، واحنا كمان لما الحاجه بتزيد جنيه احنا بننشر حتى على السوشيال ميديا، انما لما بتنخفض محدش بيكتب شويه. فانا بعتقد ان الاسعار يا تستمر في الثبات يا قد تنخفض قليلا. تنخفض شويه ان شاء الله. باشمهندس احمد نورتنا، وبنشكرك جدا على يعني المعلومات المهمه دي. الف شكر يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من تعمير.